كلمة أخيرة، ألف مبروك على إنهاء هاي الدورة وشكرا لأنك كنت جزء منها. الآن صار بإمكانك تسوي لعبة لحالك على برنامج Unreal Engine بالأشياء البسيطة اللي تعلمتها في هاي الدورة. شوف أنت شو إمكانك الآن تسوي بألعاب ثانية، ممكن تسوي لعبتك الخاصة الآن، ولا تسمع لحد يوقفك، وقف طريقك ويقول لك أنت ما بتقدر. لا أنت بتقدر الآن، تخيل أنت بالأشياء البسيطة اللي تعلمتها معي في هاي الدورة صرت سويت لعبة. طيب انت تخيل لو انك قعدت من 6 شهور لسنة، شو الامكانيات اللي رح تيجي قدامك وقديش في قدرات رح تتعلمها. لا توقف، كمل المشوار، انت في اول الطريق وبإذن الله رح تبدأ. الان انا في الفترة القادمة هاي رح اختفي شوي او اقلل تواجدي على اليوتيوب، وهتوجه لموقع arabgamedev.com واشوف الطلاب المشتركين في الدورات اللي عندي، ورح اركز على دورة البلو برينت، الدورة الجديدة اللي انت شفتوها على اليوتيوب، في نزلت مجموعة فيديوهات عنها. راح أركز على إني أعلم البلو برينت بطريقة مكثفة وكيف تستخدم برنامج البلو برينت في برنامج Unreal Engine. راح عندي هدف إني أخلي هاي الدورة مش أقوى دورة على المستوى العربي في الشرق الأوسط، لا والله، بل الهدف الرئيسي إني أخليها أقوى دورة على مستوى العالم بكل لغات الأرض. ما رح يكون في دورة أقوى منها. هاي النية الموجودة عندي رح أترجم فيها كثير من الأشياء باللغة الإنجليزية واليابانية والإسبانية، رح أشوف كل شيء في كل اللغات وأحطها في هاي الدورة، رح أبذل مجهود فيها. أتمنى أنك تنضم لهاي الدورة إذا حاب تطور، إذا عجبك دروسي طبعا وش حسيت أني مفيد لإلك، فبرحب فيك تسجل في هاي الدورة، وإن شاء الله إن شاء الله رح تكون رقم واحد على العالم. يلا في أمان الله، مع السلامة، ألف ألف مبروك.